جينا هنا عشان عملنا اجمادي 5 في اسكندريه، ده اول مره في اسكندريه. مين تاني اتعرض للتحرش؟ كلنا. نازله مثلا من الميكروباص قدامي حصلت وبتصرخ وتصوت، يعني مش عارفه اساعدها، انا اصلا اتخضيت وطلعت اجري. يعني اقل حاجه من حقي ان انا اتمشى في الشارع دي مش بقدر اعملها. طبعا ان انا رحت وقفت بينه وبين البنت وعملت كده، قمت عامله له كده. كل يوم كل يوم حاله تحرش بتقوم. بقى في قانون اسمها ماده 306 ضد التحرش الجنسي، ودي لاول مره حاجه محدده في مصر، اول مره يكون في قانون. شرط ان انا ادافع عن نفسي، بس انا بثقتي في الشارع دي بتخلي المتحرشين اساسا يبعدوا ويخافوا يقربوا ناحيتي. احنا خدنا ثقه بنفسنا كبيره قوي ان احنا ممكن نعمل حاجه زي كده. انت ممكن تقولي مثلا ايه ده حضرتك مالك، في حاجه؟ معلش اصل الدنيا زحمه. العبي نفس اللعبه لغايه ما هو هيبطل. بس تكنيكس بتتعلمي ازاي تضربي الناس في الشارع، هو بس يعني لايف ستايل اكتر منه اي حاجه تانية. خطوه ورا، ايد مفقوده، الوسط احمي احمي احمي. انا لو حصل لي اي حاجه او حصل اي مشكله ممكن بقيت عارفه ايه الستبس اللي ممكن اعملها في كذا وضعيه، لو حصل ايه في اي وضعيه ممكن اتصرف ازاي، فديت فادتني جامد الحمد لله. يعني الاول كنت اقول لها اطلعي اجري، اول ما اشوف واحد يعمل كده اطلعي اجري، دلوقتي هقول لها اعملي كذا. يعني كل الحاجات اللي اتعلمناها النهارده هحاولها اعمليها بالظبط، فدي حاجه كويسه قوي. انا فخوره بنفسي جدا ان انا جيت النهارده اتعلمت حاجات. انا فخوره بيكي برضه. ابعد عني ابعد عني. انا مش سيجاره، مش زي ما بتقول عليا، مش اخري دوسه ولا هسيبك تهيب فيا، ومش كرافته تخنقك بس تخليك محترم، واللي اصلا انا هعرفك لو كنت عديم الاحترام. فكرت تحط نفسك ما كملت في الشارع، حتى انها فريسه عماله خطوتها سارع، كمان لو حد عكسها بيجيبوا الغلط عليها، مش محترمة لو رضيتي حتى كرامتك هتهنيها. شوية مننا شايفين الحل في الغطا، وإن لو البنت دارت مش هكون متمرمطة. ماشي خلينا معاكم للآخر، وعايزة أسألهم سؤال، مين أكتر بلد فيها حرمان؟ أفغانستان. اتحكم انت في نفسك وما تتحكمش فيا، لو نور الشمس حبسك قربك مني أذية. دلوقتي بين لنا مين اللي عليه الحق، ومين لما يقول صح هقول له لأ. من بعض الإسلام عايزين قانون اللي يبعد عن بناتنا كل الهم.